السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في أسبوع، نبدأها بحوصلة لأهم وأبرز أخباره. والبداية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات العدوان على قطاع غزة. فلليوم 41 بعد المئة واصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازر جديدة في غزة، كان أبرزها مجزرة دير البلح وسط القطاع التي راح ضحيتها 26 شهيدا وعشرات المصابين. كما استمرت قوات الاحتلال في اقتحاماتها ومداهماتها الليلية لمختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية. بدورها أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لا تزال تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمناطق عدة في غزة، أبرزها حي الزيتون وحي الأمل في خان يونس. وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة تابعة لجيش الاحتلال من نوع مركافة بقذيفة تاندم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. كما قالت إنها دمرت ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ، مشيرة إلى أنها أوقعت طاقمها بين قتيل وجرح. في يوم الأحد اليوم 42 بعد المئة للعدوان الصهيوني على غزة، استمر الاحتلال بارتكاب مجازره مخلفا عشرات الشهداء، بينما تخوض المقاومة معارك ضارية معه في شمال القطاع وجنوبه، حيث أقر جيش الاحتلال بمقتل قائد سرية وجنديين في لواء كفعات، كما أكد وفاة أحد جنوده الأسرى لدى المقاومة. كما أفاد مستشفى سوروكا بالنقب جنوب فلسطين المحتلة بأنه استقبل 10 إصابات من الجيش، بينهم 4 في حالة خطيرة جراء المعارك في غزة. وما رميت الرميت ولكن الله رمى، الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر! الله أكبر! بعد استهداف البيت قذيفة تي بي جي، وكانت الإصابة موفقة بيد الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله الأحد. أيضا قال مصدر قيادي في حركة حماس إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبر عن الحقيقة، مؤكدا أن قتل الشعب الفلسطيني جوعا في شمال قطاع غزة جريمة إبادة تهدد مسار المفاوضات برمته. من جهته اتهم نتنياهو حركة حماس بتقديم مطالب غير واقعية، وأكد عزمه تأجيل عملية رفح إذا تمت الصفقة، في حين قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومصر وقطر توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية للصفقة، إلا أنه عاد وأكد أن تلك الصفقة لا تزال قيد التفاوض. يعني هذا الطفل يعني لم يتجاوز الشهرين ولد في هذه الحرب، يبدو أنه تقف أنفاسه ودا في هذه الحرب لحظات مؤثرة جدا وصعبة ومشاعر جياشة، ونحن ننظر إليه وهو يثقل حياته أمامنا برينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. Thank you.
وفي يوم الاثنين اليوم 43 للعدوان الصهيوني استمر جيش الاحتلال في قصف مدينة رفح جنوب القطاع، كما أعلنت المقاومة عن عمليات جديدة ضد الصهاينة، وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 13 فلسطينيا في غارات صهيونية استهدفت 3 منازل في وذلك في مدينة رفح جنوبية القطاع منذ فجر الاثنين، كما ارتفع العدد إلى 8 إثر غارة صهيونية أخرى استهدفت منزلا قرب المستشفى الكويتي وسط المدينة. وعلى صعيد تطورات المعارك، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو جنوب حي الزيتون في مدينة غزة. أما في يوم الثلاثاء اليوم 44 للحرب على قطاع غزة، أوقع القصف الصهيوني شهداء ومصابين في خان يونس ورفح ودير البلح في وقت ينذر فيه الجوع بحصد أرواح آلاف الفلسطينيين بعدما تسبب بالفعل في وفاة عدد من الأطفال في ظل انقطاع شبه تام للمساعدات. وفي التطورات العسكرية، أعلنت المقاومة أنها تخوض معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى من الصهاينة. أما على الصعيد السياسي، فلم تحرز المفاوضات تقدما حاسما يسمح بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في وقت قالت فيه واشنطن إنها تركز على وقف مؤقت للقتال في غزة وتتطلع للتوصل لتسوية في أقرب وقت. وفي يوم الأربعاء اليوم 45 للحرب على قطاع غزة استمر القصف الصهيوني على مناطق مختلفة في القطاع، واعترف جيش الاحتلال بمقتل قائد سرية وقائد فصيل من لواء قفعاتي وإصابة 7 من اللواء نفسه بجروح خطيرة في معارك غزة. وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوة الاحتلال مدينة جنين ومخيمها ومدينة قلقيلية ويطا بالخليل ومخيم بلاطة في نابلس. وأكدت كتيبة جنين أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وأوقعت إصابات محققة في صفوفها وآلياتها. من جانبه، طالب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بكسر مؤامرة التجويع في غزة، ودعا الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لرمضان المبارك. بإذن الله تعالى سيتم الآن تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون. اللهم سددنا وارحمنا. وفي يوم أمس الخميس، وهو اليوم 46 للعدوان على قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 100 وأصيب نحو 800 والذين كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمال القطاع. وبينما أعلن جيش الاحتلال سحب لواء المظليين من معارك القطاع بعد 3 متواصلة من القتال في خان يونس، قال جنوده إنه لا حل منهجيا للعثور على أنفاق حماس وتدميرها. وفي سياق متصل، قام ضابط في الشرطة الفلسطينية من سكان مخيم قلنديا في مدينة القدس بعملية قرب مستوطنة عيليك أدت لمقتل مستوطنين 2 واستشهادهم. بسم الله ونعم الوكيل. بسم الله.
وإلى أخبار الأسبوع المحلية، فقد أعلن منتسبو حرس المنشآت النفطية غرب ليبيا مساء الأحد إعادة فتح مصفات الزاوية ومجمع مليتا النفطي، وذلك عقب اجتماع قالوا إنهم عقدوه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس. وفي بيانين متلفزين ومنفصلين من أمام مصفات الزاوية ومجمع مليتا غرب طرابلس، أعلن منتسبو الحرس حرس المنشآت النفطية إعادة الفتح بعد الإغلاق الذي أعلنوا عنه ظهيرة الأحد، وطالبوا فيه الحكومة بصرف مستحقات مالية لصالحهم. من جانبه أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في وقت لاحق من مساء الأحد قرارا يقضي بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي. صرف المستحقات والفروقات للسنوات السابقة حسب القانون. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قرار حراك منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية بالإشارة إلى البيان المؤرخ يوم 15/2/2024 من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في المواقع والحقول والمواطن النفطية، والذي يمهن فيه المسؤولين ممن يعنيهم الأمر لمدة 10 أيام، وتنتهي المهلة للمطالبة بحقوقنا، وهي كالتالي: إصدار قرار رسمي من رئيس الوزراء باعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط وفنيا تابع لوزارة الدفاع حسب القرار السابق. 2، اعتماد جدول مرتبات حرس المنشآت النفطية أسوة بزملائهم بالمؤسسة الوطنية للنفط، وتتضمن جميع العلاوات وزيادة 67%. 3، صرف المستحقات والفروقات للسنوات السابقة حسب القانون. 4، التأمين الصحي تحت المؤسسة الوطنية للنفط داخل وخارج البلاد. 5، يمنع نقل منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية للأجهزة الأمنية. أيضا في يوم الأحد وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزارة الشؤون الاجتماعية لضرورة صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الأول للعام 2024. ونشرت منصة حكومتنا توجيها صادرا عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء لوزارة الشؤون الاجتماعية، أكد على ضرورة صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأشار التوجيه إلى التنسيق مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية لإنجاز الصرف وموافاته بما تم اتخاذه من إجراء. ونبقى في الأحد، حيث كشفت الجزيرة الإنجليزية في تقرير نشرته على موقعها أن مجموعة فاغنر تحقق توغلات أعمق في ليبيا تحت قيادة جنرال جديد يدعى أندريه أفريانوف. وأضاف التقرير أن التقديرات الحالية تشير إلى أن فيلق المشاة التابع لفاغنر لديه نحو 800 عنصر منتشرين في ليبيا، ويسيطرون على 3 قواعد جوية في سرت والجفرة وبراك الشاطئ. كما أشار التقرير إلى وجود محادثات لمنح السفن الحربية الروسية حقوق الروسي في ميناء طبرق مقابل أنظمة الدفاع الجوي وتدريب ميليشيات حفتر، وهذا من المحتمل أن يضع روسيا في منافسة مع أوروبا بحسب الموقع. في أول زيارة له إلى ليبيا، وصل يوم الاثنين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى طرابلس، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وعقب اللقاء عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا جدد فيه المنفي دعمه لجهود رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وما يقوم به لوحدة السودان، مؤكدا على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان سياسيا أو عسكريا. وأكد المنفي خلال كلمته أن لاجئي السودان في ليبيا سيعاملون معاملة الليبيين في جميع النواحي التعليمية والصحية نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين. من جانبه أثنى البرهان على دور الحكومة والشعب الليبي باستقبال السودانيين، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين البلدين لتوفير الحياة الكريمة للشعبين، رافضا بدوره أي تدخلات سلبية من الدول الخارجية أو الإقليمية. وعقب لقاء المنفي بحث البرهان مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عديد الملفات الإقليمية والدولية المشتركة بين البلدين.
وإلى يوم الاثنين، حيث دعا محافظ مصر في ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى إيقاف ما سماه الإنفاق الموازي المجهول المصدر وإقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي. وطالب الكبير في رسالة وجهها الاثنين إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص. وكشفت رسالة المحافظ أن الدولة أنفقت منذ عام 2021 وحتى نهاية 2023 قرابة 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي. وتضمنت الرسالة الموجهة رداً على الدبيبة حول تصريحاته في احتفالية 17 من فبراير بشأن سعر صرف الدولار، وقال الكبير إن الرغبة وحدها لا تكفي لإعادة صرف الدولار إلى 1.3 دينار كما كان سابقاً بسبب الممارسات الفعلية للحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن التوسع في الإنفاق ساهم في تضخم سعر الدولار بحسب ما ورد في الرسالة. جدد أعضاء مجلس الأمن في بيان نشر الثلاثاء دعمهم لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد اجتماع خماسي للمؤسسات الرئيسية في ليبيا، داعين الأطراف المعنية للمشاركة الكاملة بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات. وأشاد البيان بالدور الذي يلعبه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في الوساطة لتعزيز عملية سياسية شاملة ترتكز على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6. وحذر البيان الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا أو يعيقون استكمال الانتقال السياسي أو يقوضون إجراء الانتخابات من إدراجهم ضمن لائحة عقوبات مجلس الأمن. وأيضا كرر البيان الدعوة إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر عام 2020. من جانبه رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بما جاء في بيان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الداعي إلى ضرورة إجراء انتخابات عامة في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وأكد الدبيبة بحسب مكتبه الإعلامي أن دعوة مجلس الأمن الدولي تتماشى مع رؤيته للحل السياسي وطي المراحل الانتقالية عبر انتخابات تقوم على أسس دستورية عادلة، مجددا دعوته لجميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها الشعب الليبي حسب تعبيره. وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء عقد أعضاء من مجلسي النواب والدولة اجتماعا في العاصمة التونسية تونس لبحث تشكيل حكومة جديدة وتغيير حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس. وبحسب بيان صدر عن برلمان طبرق، فقد شدد الاجتماع على ضرورة اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من لجنة 6+6 بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية بحسب البيان. وفي خبرنا الأخير، استقبل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ظهر أمس الخميس بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان. وأكد الدبيبة على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان الذي يحتم على ليبيا تقديم المساندة في الظروف الحالية، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة دوغلو إلى طرابلس استجابة لدعوة وجهها له رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من خلال مكالمة هاتفية أجراها معه بداية الأسبوع،
كما تأتي زيارة دقلو بعد يومين من زيارة أجراها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التقى فيها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، كانت هذه أبرز الأخبار التي جمعناها لكم خلال هذا الأسبوع. نبدأ في الشق الحواري من هذه الحلقة بالملف الفلسطيني وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة. وفي هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف من نابلس الصحفي الفلسطيني سامر خويرة. مرحبا بك سيد سامر. تحياتي، أهلا بكم، أهلا بكل المتابعين الكرام. سيد سامر، مع نهاية الأسبوع 21 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والمجازر المتواصلة التي يعني ربما كانت أبرزها المجزرة التي حصلت أمس الخميس في التجمع الذي كان يريد أخذ المساعدات، وأيضا اشتداد الحصار والتجويع في قطاع غزة، في أي مرحلة وصل هذا العدوان الصهيوني حتى الآن؟ لا شك أنه لا فرق كثير في الأيام، لكن في كل يوم يرتكب الاحتلال مجزرة جديدة. في كل يوم يتفنن الاحتلال الإسرائيلي في غزة بقتل وإبادة الشعب الفلسطيني. ما جرى هو استهداف مباشر لعشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات بسبب حالة التجويع والتي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعب قطاع غزة. يمنع منعاً باتاً إدخال أي نوع من أنواع مساعدات، وخاصة المواد الغذائية وحليب الأطفال والأدوية. وبالتالي عندما يستخدم الاحتلال هذه السياسة، لا شك أنه أيضاً يمارس معها سياسة الإعدامات لمن يسعى إلى الوصول إلى المساعدات. عندما تنزل المساعدات في البحر ويحاول البعض أن يغوص ليجلبها، تقوم البوارج الحربية الإسرائيلية بإطلاق الرصاص عليه. عندما يصل إلى نقطة يتواجد بها جيش الاحتلال، تقوم الدبابات بإطلاق الرصاص عليه وإطلاق القذائف. فبالتالي أعداد الشهداء في تزايد مستمر. هل المجزرة التي وقعت بالأمس كانت دافع للاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه؟ طبعا لا. منذ تلك اللحظة حتى الآن أكثر من 80 شهيدا ارتقوا في قصف في مناطق أخرى من قطاع غزة. وبالتالي أنا أؤكد لك أن ما يجري هي حقيقة حرب إبادة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومحاولة قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين بدون أي ادعاء وبدون أي مبرر مهما كان. يعني لا يوجد أي مبرر لإطلاق الرصاص والقذائف على أشخاص مدنيين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات، طحين والأرز وغيرها، ولا يوجد أي مبرر لقصف الناس وهم نيام في بيوتهم. ولكن الاحتلال ماضي في إجراءاته. جيش الاحتلال سيد سامر نفى يعني مسؤوليته عن هذه المجزرة، وقال بأن الضحايا سقطوا بسبب التدافع وبسبب يعني دهس الشاحنات لهم. كيف تنظر إلى هذا الكلام من قبل جيش الاحتلال؟ الاحتلال الذي أنكر مسؤوليته عن مجزرة مستشفى المعمداني، والذي نفى مسؤوليته عن إعدام الأطفال، والذي نفى مسؤوليته عن استهداف المساجد، لن يختلف كثيرا عندما ينفي مسؤوليته عن هذه المجزرة. هناك صور وفيديوهات أنا رأيتها بأم عيني لأشخاص أصيبوا بالرصاص في أجسادهم. الرصاص هو من عيار 250 مليمتر، أي أن الرصاصة طولها تقريبا 10 سنتيمترات. تخيل أنها تضرب في جسم إنسان جائع فقير، إنسان نحيل، فتؤدي إلى تفجر الجسم. هناك صورة شهيرة سأرسلها للزملاء في قناة التناصح لأحد المصابين، والرصاصة قد اخترقت خده وأدت إلى فتح ثغرة كبيرة في وجهه. هذا ما علاقة الشاحنات وما علاقة التدافع بالإصابات المباشرة بالرصاص؟ أنا شخصيا تحدثت إلى إحدى شاهدات العيان، وهي دكتورة جامعية كانت تعيش في خيمة في منطقة قريبة، وصفت لي ما جرى. قالت لي إن الدبابة العسكرية الإسرائيلية اقتربت إلى مسافة يعني أقل من 100 متر وبدأت بإطلاق القذائف والرصاص من عيار 250 ملي باتجاه آلاف البشر الذين كانوا قريبين من الشاحنات. و
بالتالي الاحتلال اللي بينفي مجزرة مسؤوليته عن مجزرة المعمداني واللي ثبت بالدليل القاطع انها صاروخ اسرائيلي مش راح تفرق معاه كثير عندما ينفي مسؤوليته عن هذا الامر. الاحتلال يا زميلي العزيز لن يتوقف عن حرب الإبادة في قطاع غزة، سيستمر في جرائمه لأنه لا يوجد لديه أي قدرة على تحقيق أي نتيجة عسكرية، وبالتالي يستعيضها بارتكابه للمجازر. صحيح، يعني حتى المرصد الأورو متوسطي قال في تقرير له بأن آثار الرصاص الصهيوني كانت واضحة في أجساد الضحايا. صحيح. صحيح، هذا يؤكد انه ما جرى هو بارتكاب متعمد وعن سبق الاصرار والترصد ولما جاء لان ينفي جيش الاحتلال. طيب سيد سامر، يعني مجزرة الخميس المروع الحقيقه يعني احدثت ردود افعال دوليه واسعه يعني تعبر عن صدمتها لهذه المجزره وتطالب باجراء تحقيق في هذه المجزره. كيف تنظرون الى ردود الافعال الدولية حولها، وهل تتوقعون فعلا هذه المرة أن تكون هناك ضغوط جدية يعني على الاحتلال من أجل إيقاف مثل هذه الجرائم؟ أعتقد أنه العالم هو ليس فقط صامت، هو متواطئ وشريك في هذه الجريمة، العالم كله دون استثناء، لا أستثني منه أحدا، وتحديدا هذه الدول التي تطالب تحقيق أين هي من التحقيقات التي جرت في كل الجرائم التي وقعت في هذا العدوان وفي غيرها من المجازر على مدار 70 عام؟ وبالتالي يا زميلي العزيز لا تلقي بالا إلى ما تقول أمريكا وما يقول الغرب، فهؤلاء شركاء في الجريمة، ولو أرادوا فعلا وقف هذه المجزرة لتوقفوا عن إرسال السلاح للاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل أبناء الشعب الفلسطيني. أبناء الشعب الفلسطيني يقتلوا برصاص أمريكي ورصاص غربي أوروبي، وبالتالي ركاء في الجريمة، وكل هذا فقط هو من أجل إسكات الرأي العام بلدانهم، لكن على الصعيد والميداني هم شركاء في هذه الجريمة وفي هذه المجزرة. نعم. طيب على الصعيد السياسي سيد سامر، يعني طوال هذا الأسبوع كان هناك حديث عن مفاوضات تجري من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة للتبادل، ولكن فيما يبدو أن هذه المفاوضات يعني تتعثر، فإلى أين وصلت جهود التفاوض وما الذي يعيق الوصول لصفقة حتى الآن؟ هناك ثلاث شروط رئيسية للمقاومة، لا يمكن لها أن تبدأ أي عملية تفاوض قبل خضوع الاحتلال الإسرائيلي ورضوخ وموافقته على هذه الشروط. الشرط الأول هو وقف إطلاق النار الكامل، ولا مجال للعودة من جديد إلى أي هدنة مؤقتة أسبوعين ثلاثة 8 أسابيع كما يقترح الاحتلال، فبالتالي المقاومة تريد وقف إطلاق النار الكامل. النقطة الثانية، المقاومة تريد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من كل قطاع غزة، وليس مناطق معينة ومناطق يبقى بها ومناطق يعني يعمل إعادة انتشار، لا، ينسحب تماما كما كان الحال قبل 7 أكتوبر. النقطة الثالثة، عودة كل النازحين إلى شمال قطاع غزة ودخول المساعدة. الآن هذه الشروط الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن غير قابل على الإقرار بها، وبالتالي المقاومة لا تستطيع أن تتنازل عنها ولو قيد أنملة، لأنها الحد الأدنى من الشروط التي يمكن أن تبدأ بناء عليها مفاوضات. الاحتلال يهرب للأمام ويبدأ انشر عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك موافقة على المرحلة الأولى، وأن هناك 40 أسير سيفرج عنهم، وأن هناك 10 جنود، لا، هذا الكلام غير صحيح. المشكلة ليست عند حماس، المشكلة عند الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض أن يوافق على هذه الشروط ويستمر في جرائمه، وبالتالي الكرة بين قوسين في ملعب الاحتلال وليس في ملعب حماس. المشكلة حقيقة أيضا في الوسطاء أو في بعض الوسطاء الذين يضغطون على حماس وهي الضحية، ويتركون الجاني وهو الإجرام وهو المجرم الاحتلال الإسرائيلي ولا يضغطون عليه، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك صفقة قريبة وليس هناك هدنة قريبة، لأن الاحتلال ماضي في جرائمه من جهة، والمقاومة الفلسطينية أيضا مصرة على مطالبها وهي مطالب محقة بنظري، لا يمكن لها أن تتنازل أو أن
تبدي مرونة في هذه النقاط، ممكن أن تبدي مرونة في نقاط أخرى، لكن هذه النقاط الأساسية، النقاط المركزية، المقاومة مصرة عليها. نعم، لكن كان هناك حديث أمريكي حول التوصل إلى هدنة أو تهدئة خلال شهر رمضان المبارك أو قبل بداية شهر رمضان المبارك، يعني هل تتوقعون فعلا أن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية لتهدئة خلال شهر رمضان، أم سيستمر هذا العدوان خلال الشهر المبارك؟ والله أنا من تجربتي ومن معرفتي الاحتلال لا يلقي بالا أبدا، لا لرمضان ولا لغيره من الأشهر ولا لبداية العام أو نهاية العام أو الأعياد، أبدا أبدا، هذا ليس في حساب الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي ماضي في عدوانه، والولايات المتحدة الأمريكية كل ما تقوله أنا بنظري يعني هو محاولة لإنقاذ الاحتلال لا أكثر ولا أقل، لأنها أدركت أن الاحتلال في ورطة وقد ورطها أيضا معه في هذا العدوان وفي هذا الحرب. لكن الولايات المتحدة هي الحامي بنظري للاحتلال، هي الضامن لبقاء الاحتلال، هي الداعم للاحتلال، ولا يمكن بنظري أيضا أن تقوم بأي خطوة من شأنها أن تمس بقدرة الاحتلال بين قوسين العسكرية أو حتى السياسية. الآن الحديث عن رمضان وغيره برضو يعني إحنا لنا كما نقول بالواقع بما يجري على الأرض، ما يجري على الأرض أن الاحتلال لن يتوقف في عدوانه، وكل الادعاءات أن رمضان بنظرهم يجب أن تكون هناك هدنة أو تهدئة، المقاومة تقول أنها لن تقبل بهدنة مؤقتة، ما بزبط نعمل هدنة في رمضان ونرد نرجع للحرب بعد رمضان، إما وقف العدوان الكامل وهذا الشرط الرئيسي كما أنا قلت لك في ردي على السؤال السابق، وإما أن تستمر هذه المعركة حتى إن شاء الله يقدر الله لها شيء آخر، هدنة مؤقتة لا يمكن أن تقبل بها المقاومة. شكرا جزيلا لك سيد سامر خويرة الصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، نشكرك جزيل الشكر. أما الآن مشاهدينا ومستمعينا الكرام ننتقل إلى أحداث الأسبوع أو أبرز أحداث الأسبوع يعني في ليبيا لنتناولها بالنقاش مع ضيفنا من استوديوهاتنا في مصراتة الذي نرحب به السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ مروان الدرقاش في هذه الحلقة من برنامج في أسبوع. شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث في ليبيا، لو بدأنا بزيارتي البرهان وحميتي إلى طرابلس خلال هذا الأسبوع ولقاءات مع المنفي والدبيبة، ما أهمية هاتين الزيارتين وكيف يمكن أن تنعكس على الأوضاع في ليبيا والسودان؟ أولا تحية طيبة لك أخي عبد الرحمن، وتحية طيبة لكل مشاهدينا على قناة التناصح. المشهد الليبي كل يوم يتعقد أكثر من سابقه، واضح جدا أن هناك ملفات بدأت تتداخل الآن لتكون التصفية فيها في الملف الليبي، يعني رغبة روسيا في الدخول إلى أفريقيا واتخاذ ليبيا جسرا لهذا الدخول، ودعم روسيا لأحد طرفي النزاع في السودان عن طريق خليفة حفتر، كل هذه التحركات هي التي حركت الزيارات التي قام بها في البداية البرهان، ثم قام بها دقلو إلى ليبيا، وكأن الغريمين يحاولان أن يشرحا موقفهما للحكومة الليبية، الحكومة المعترف بها دوليا، خاصة أن يعني الطرف الآخر في ليبيا طرف حفتر هو قد أوضح موقفه وهو يدعم بشكل كامل المتنمر دقلو. طبعا هذا الدعم هو طلب من روسيا ومن الإمارات يقوم بتوفير الوقود وتوفير الأموال لدقلو، ولذلك تأثر الوضع الاقتصادي في ليبيا كثيرا نتيجة هذا الدعم. إذن جاء البرهان في البداية حتى يمد أواصر العلاقة مع الطرف الذي يعتقد بأنه يعادي حفتر أو أنه خصم لحفتر في ليبيا، وبذلك يستفيد من هذه العداوة لعلها يعني تؤتي أثقلها، خاصة وأن حفتر يدعم غريمه وخصمه، ثم يأتي بعد ذلك غريمه دقلو ليؤكد أو لكأنه يقول بأن
ما يتلقاه من مستعد حفتر لا تؤثر على موقفه من الملف الليبي وأنه في حياد من الملف الليبي. وهذا الأمر يعني يؤكد بأن بالفعل الأحداث التي تجري حول ليبيا لها تأثير كبير جدا جدا عن على مجريات الأمور في ليبيا، وخاصة الأخطر في هذه المسألة هو التدخل الروسي في أفريقيا، والذي كما قلت يتخذ من ليبيا جسرا للعبور إلى أفريقيا. في سبيل ذلك طبعا هو يقوي خليفة حفتر ويستفيد خليفة حفتر من هذا المشروع في التسليح ميليشياته وفي تدريب ميليشياته، ومن طرف آخر روسيا تستفيد من الانقسام الحاصل في ليبيا عبر السيطرة على الحقول النفطية الليبية، وأيضا الامتداد جنوبا نحو دول أخرى في أفريقيا. وشاهدنا الانقلاب الذي حدث في النيجر، كيف أن روسيا كان لها يد في هذا الانقلاب، وهناك علاقة يعني واضحة جدا بين قائد الانقلاب في النيجر وفي وخليفة حفتر. روسيا الآن تسعى إلى زعزعة النفوذ الأمريكي والنفوذ الأوروبي في دول أخرى في أفريقيا، منها تشاد ومنها مالي ومنها يعني ربما مستقبل حتى نيجيريا الدولة الكبرى في 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 وسط أفريقيا، ومن خلال ذلك تسعى للسيطرة على هذه الدولة الغنية بالموارد الاقتصادية وإخراج المستعمر الأوروبي الذي يعني بقى في هذه الدولة القارة لأكثر من 6 قرون. للأسف ليبيا وجدت نفسها في بؤرة هذا الصراع، خاصة مع وجود العملاء الذين يبيعون للأسف مصلحة ليبيا لأي دولة تدعمهم. يعني حفتر في السابق قال أنه مع مصلحة مصر حتى ولو كانت ضد مصلحة ليبيا، الآن هو مع مصلحة روسيا حتى وإن كان سيحيل ليبيا إلى بؤرة للصراع وممر للقوات العسكرية الروسية لتمر إلى أفريقيا. نعم. طيب يعني لكن كيف أو ما هو موقف الحكومة الليبية، حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي أو المجلس الرئاسي الذي عبر رئيسه عن دعمه للبرهان ولجهود البرهان فيما وصفه الجهود التي تؤدي أو تحافظ على وحدة السودان، فما هي حقيقة موقف الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وكيف يمكن أن تتعامل مع ملف السودان؟ نعم، الحكومة الليبية وجدت نفسها كما قلت في بؤرة صراع دولي. يعني لا شك أن ليبيا الآن تقع في محور الصراع ما بين الشرق والغرب، ما بين روسيا وأوروبا، ومن روسيا في طرف وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في طرف آخر. الحكومة في طرابلس للأسف حكومة ضعيفة، وليست حكومة لا تملك يعني حتى السيادة على أراضيها، هي تملك سيادة على جزء قليل جدا من ليبيا. أغالبية المناطق يفرض سيطرته عليها خليفة حفتر، وهي خارج السيادة سيادة هذه الحكومة، خاصة المناطق التي تحادي السودان أو لها علاقات تجارية أو علاقات اجتماعية مع السودان، وهي منطقة الكفرة وما يجاورها. لذلك فإن ربما وجود المتحاربين في السودان في طرابلس هي محاولة فقط لشرح المواقف حتى لا يحسب طرف على طرف آخر، لأنهم يعرفون جيدا أن هذا سيؤثر مستقبلا على وضع كليهما في السلطة في السودان. ليبيا دولة مجاورة ودولة غنية، ولذلك لا يريدون أن تحدث أي مشاكل مع أي حكومة في ليبيا. ولكن هل الحكومة في طرابلس تستطيع أن تغير من ما يجري في السودان شيء، أو أن تؤثر على أو أن تلعب دور الوسيط ما بين الطرفين المتصارعين في السودان أو شيء؟ لا أعتقد بأن حتى دور الوساطة تستطيع الحكومة الليبية أن تلعبه، لأنها
لأن موقف الضعف الذي تتسم به يعني أنت كما يقولوا ما لميت حوشك بدي غبالي تديري عصبان. إذا هو الليبيين مش قادرين يحلوا مشاكلهم في بعضهم ويحلوا مشاكل السودان أعتقد أن هذا بعيد جدا جدا، ولكن أعتقد بأن كل من الرجلين يحاول أن يبعد نفسه عن الاستقطاب الحادث في ليبيا. أنا لا أريد أن أحسب على حفتر، وأنا لا أريد أن أحسب يعني ضد حفتر، وهذا ما جعلهم يأتون إلى طرابلس. نعم. طيب أنت أشرت إلى الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، على خلفية هذه الأوضاع وارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية يعني خلال هذا الأسبوع تخطى حاجز 8 دينار قبل أن يتراجع الأيام التي السابقة، كانت هناك رسالة وجهها الصديق الكبير، رسالة لافتة وجهها إلى عبد الحميد الدبيبة، تحدث فيها عن أسباب عن النفقات الكبيرة خلال السنوات ما بين 21 إلى 23، وأيضا تحدث فيها عن أسباب ارتفاع سعر الصرف. كيف قرأت هذه الرسالة أو هذا الخطاب الذي وجهه الصديق الكبير إلى الدبيبة وما جاء فيه، وأيضا الخلفيات السياسية التي جاء فيها؟ نعم، للأسف رسالة المصرف المركزي لم تكن واضحة، لم تسمي الأشياء بمسمياتها للأسف. هو يستعمل مصطلحات حمالة أوجه أو تحمل معاني كثيرة ويفسرها كل طرف يعني في اتجاهه، وهذا الأمر لن يفيد الحقيقة والشفافية في شيء. يعني الليبيون، الشعب الليبي يحتاج إلى المكاشفة، يحتاج إلى المطارحة، يحتاج إلى الشفافية، أن يكون هناك من يخرج ويقول من المسؤول عن هذا الدمار الاقتصادي. هل الذي توسع في الإنفاق لكي يرصف الطرق وينظف المدن ويزيد المرتبات ويفيد الناس، أو الذي يقوم بالتوسع في الإنفاق لاستجلاب المرتزقة والسلاح ويقوم بإبرام الاتفاقيات مع روسيا ومع مصر ويقوم بتهريب الوقود إلى المتمردين في السودان ويقوم بدعمهم بالعملة الصعبة وغير ذلك؟ يعني يجب أن تسمى الأمور بمسمياتها. أما التقارير التي ترفع يعني يعتقدون أنهم هم يشيلوا في المسؤولية على كتوفهم يحطوا على كتوف الدبيبة، لا لا، إذا أنت يعني قمت بإرسال رسالة هذه لشخص مثل الدبيبة، الدبيبة لا يملك هو الصرف، الصرف تملك أنت يا مصرف ليبيا المركزي، أنت المسؤول عن بيت مال الليبيين، أنت الذي تقوم بالصرف وليس الدبيبة. الدبيبة يحيل إلى المصرف والمصرف هو الذي يصرف. إذا المسؤول على الصرف الموازي هو المصرف وليست حكومة الوحدة الوطنية. المصرف الموازي معروف من هو الذي يقوم بالصرف الموازي، هي حكومة حماد والبرلمان في المنطقة الشرقية، والذي يقوم يعني ميزانية البرلمان تكاد توازي ميزانية حكومة الوحدة الوطنية. البرلمان ليس جهة تنفيذية، البرلمان جهة تشريعية. لماذا ينفق هذه الأموال الطائلة؟ لماذا يعني الصديق الكبير علي بن قادر يشحي يعني تتكلم مع 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 الدبيبة وترسل هذه الرسالة للدبيبة ولا تستطيع أن تسمي الجهات التي قامت بالصرف الموازي أو التي توسعت في الإنفاق بشكل كبير؟ هذا الأمر لا يخدم الشفافية ولا يخدم الحقيقة والمكاشفة التي ينتظرها الليبيين، سواء كان من رؤساء الحكومات، سواء كان من رؤساء الجهات التشريعية أو حتى من الجهات الرقابية ومن مصرف ليبيا المركزي. يجب أن تسمى الأمور بمسمياتها. إذا كان في هناك صرف موازي يجب أن يعني يكشف عن مصدر هذا الصرف الموازي. إذا كان هناك توسع في الإنفاق يجب أن يعني تحدد المصادر التوسع في الإنفاق، يجب أن توضع النقاط على الحروف. لكن بهذه الطريقة يعني لا أعتقد بأن الصديق الكبير قد يعني تنصل من المسؤولية. المسؤولية لازالت تلاحقه حتى الآن. نعم، وهذه الرسالة يقال بأنها يعني تأتي في ظل صراع ما بين الصديق الكبير وعبد الحميد الدبيبة وخلافات
سياسية وتأتي في إطار ضغوط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية. أيضا في هذا الإطار، إطار الضغوط على حكومة الدبيبة والمساعي لتغييرها، كان هناك اجتماع يوم أمس وأول أمس في تونس بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة، وذلك لبحث تشكيل حكومة جديدة في ليبيا وتغيير حكومة الوحدة الوطنية. كيف ترصد هذا الحراك الذي جرى في تونس؟ يعني هذين الكتلتين في مجلس النواب وفي مجلس أعلى الدولة هي معروفة انتباهها لمن؟ يعني الأشخاص الذين جاءوا من مجلس النواب هم يعني كتلة حفتر في مجلس النواب، أما الأشخاص الذين جاءوا يمثلون مجلس أعلى الدولة فهي كتلة محمد صوان نعرفها جيدا، كتلة الحزب الديمقراطي نعرف أعضائها، خاصة أنهم نشروا جميع الأسماء. هذه الكتل لا تسعى سوى للانتخابات، وإنما تسعى للحصول على نصيبهم اللي كانوا يعني محصلين في حكومة السراج قبل. يعني هذه يبوا حكومة جديدة حتى يحصلوا حصتهم منها، يبوا حصتهم منها، لأنهم مع هذه الحكومة لم يستطيعوا أن يصلوا إلى لا وزارات ولا مناصب ولا غيرها. وإلا كيف نفسر أنهم يسعون إلى تغيير الحكومة؟ وهي المشكلة وليست مشكلة حكومة، وإنما مشكلة قوانين انتخابية. القوانين الانتخابية لم يتم يعني التوافق حولها، القوانين الانتخابية التي يريدون إجراء الانتخابات على ضوها هي قوانين يعني لازالت يعني تتعرض لجدل كبير، وهناك الكثير من الليبيين يرفضون هذه القوانين. إذا كيف ستجري هذه الانتخابات وأنت ليس لديك قوانين مجمع عليها أو متفق عليها أو متوافق عليها؟ حتى لو غيرت الحكومة هل تستطيع أن تجري انتخابات؟ لن تستطيع أن تجري انتخابات. المشكلة في ليبيا ليست مشكلة حكومة، بالعكس الحكومة الموجودة الآن أكثر مشكلة قدمت خدمات لليبيين، سواء كان في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، كل مناطق ليبيا شهدت، ولا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة أحد. إذا كانت تتحدث على الفساد، الفساد من يوم وهو ضارب أطنابه. يعني للأسف مرت علينا حكومات سابقة كانت تسرق المال العام، كان هناك فساد وإنفاق وتوسع في الإنفاق، ولم نكن نرى على الأرض أي شيء، لم يتغير حال ليبيا في أي شيء، بينما الحكومة الوحيدة التي حتى لو سرقت لكن كان هناك إنجاز على الأرض، كان هناك تغيير واضح وملموس في حياة الليبيين وفي البنية التحتية وغير ذلك. يعني الإصرار على تغيير الحكومة يظل بشكل واضح أن النوايا ليست سليمة، وأن النوايا هي الحصول على موطئ قدم في هذه الحكومة. حزب الديمقراطي لم يحصل من هذه الحكومة على شيء، أيضا حفتر لم يحصل على من هذه الحكومة ما يريد، هو تحصل على الكثير منها ولكن لم يتحصل عليها ما يريد. هو يريد أن يحتكر القوة في ليبيا، ولذلك طالب بوزارة الداخلية ولم وزارة الدفاع ولم تعطى له هذه الوزارة، ولذلك هو لم يعني يتفق مع هذه الحكومة. أيضا إذا رجعنا إلى مطالباته في المصروفات، هو يريد ميزانية مستقلة للقيادة العامة ولم تعطى لهم ميزانية مستقلة، بالرغم أن الكثير من الأموال وصلت إلى حفتر عن طريق هذه الحكومة، إلا أنه ليس الكمية التي يريدها أو المبلغ الذي يريد. إذن مشكلة هؤلاء مع الحكومة هي مشكلة نفوذ، هي مشكلة مصالح شخصية وليست مشكلة انتخابات أو كما يصوقون أنهم يريدون بالخروج بليبيا. طيب من المختنق الذي سيد مروان الدرقاش، يعني وأختم بهذا السؤال يعني فيما تبقى من وقت باختصار رجاء. اليوم عبد الحميد الدبيبة متواجد في تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وعلى هامش هذا المنتدى قام بتوقيع مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية مع وزارة الدفاع التركية. كيف تنظر إلى هذه الزيارة وإلى هذه التفاهمات وما دلالاتها في السياق الحالي باختصار رجاء؟ نعم، أعتقد بأن هذا التوقيع أو هذه المذكرة، مذكرة التفاهم،
هي محاولة لمواجهة التحركات العسكرية الأخيرة التي يقوم بها حفتر في مناطق الوسط في سرت وفي الجفرة. هناك تحركات غريبة يعني لا يستطيع أحد أن يتكهن بنواياها. هنا يقولون أنها هي مناورات عسكرية أو تدريب عسكري، ولكن يعني هناك حجم كبير للقوات تم تحريكه من المنطقة الشرقية إلى المناطق الوسط ومناطق الجنوب، وهذا يخشى أن يكون هي محاولة للالتفاف الجديدة إلى العاصمة، محاولة التفاف. لذلك كان على حكومة الوحدة الوطنية أن تتحرك بشكل كبير وأن تقوم بالتشاور مع الحليف التركي في هذا الشأن، وأعتقد أن توقيع المذكرة يصب في هذا الشأن. هي رسالة واضحة للطرف الآخر بأن لا يتهور ولا يلعب بذيله، لأن ربما في المرة السابقة تم إنقاذ حفتر بجلده، لكن هذه المرة ربما لن ينقذه أحد أو لن يستطيع أن ينفذ بجلده كما فعل في المرة السابقة. إذن هي رسالة واضحة كما قلت للطرف الآخر حتى لا يتخذ أي خطوة متهورة في طريق إدخال ليبيا في حرب جديدة. نعم. شكرا جزيلا لك سيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، كنت معنا من استديوهاتنا في مصراتة. كما نشكركم في ختام هذه الحلقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام على كرم متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر دمتم في أمان الله يحفظي، والسلام عليكم.